خنون حمد النائب الاول رئيس مجلس اقليمي لمديونه جهه الدار البيضاء سطات، كنتعرض للضغوطات من طرف سيد العام الاقليم اللي عينه مؤخرا سيدنا الله ينصره على راس هذا الاقليم مديونه، وماشي انا بالذات اللي كنتعرض لهاد. حنا ملي جا هذا السيد تعين على راس هذا الاقليم كنحسوا براسنا مستهدفين، حنا كمنتخبين ديال مجلس جماعه المجاطيه وبالخصوص خنون حمد اللي كانت تلقى بعض الضغوطات من طرف سيد العامل، وانا كناشد صاحب الجلاله من هذا المنبر، كناشد صاحب الجلاله باش ياخذ لي حقي ويتدخل. يعني هذا السيد ما حاشا واش يمثل سيدنا الله ينصرو في هذا الاقليم هذا، لانه كي يتعدى على الناس ديال الحليب، الناس ساكنه الحليبيه ما معطاهمش حقهم اللي مشى العامل السابق اللي كنا غاديين مواكبين العمليه، وكانت العمليه غدا مزيانه. دابا بحد حد الساعه دابا جا هو مبلوكاها ومبلوكا المنتخبين ديما واقف لهم في الاعمال ديالهم، ما كيشاركهمش في ما كيعيطش لهم، ما كيشارك ما يعيطوش لهم في مناسبات، ما كيعيطوا لهم حتى يعني لا في لقاءات لا في حاجه، كيدور هو راسو منطق واش كينتمي لشي جهه معينه الله اعلم. وانا هاد السيد كان تعرض للضغوطات، جاوني اعوان السلطه في رمضان صيفطهم ليا في الدار عدي هو ولا القايد ولا ما عرفتش، ومشيت عدو باش نطلب لقاء باش نشرح ليه، ما استقبلنيش، جاو عدي للدار ديالي الاعوان السلطه وبداو كيضربوا في الباب ديالي. يا عباد الله، انا كناس صاحب الجلاله وجميع الجرائد الالكترونيه ولا الجرائد غادي كلهم غادي ندير معاهم داك كلهم، نعطيهم التصريحات ديالي وغادي نمشي للديوان ديال الوزير الداخليه والديوان ديال سيدنا، وفي اخر المطاف راه انا ما غاديش نصبر على حقي وما نسمحش في حقي، وتعرض للتعسفات والضغط، وراه ما كنت ما خفت من الله وخفت من انتحار البارح، كنت غنمشي ندير في راسي شي حاجه. ومن هذا انا كناشد سيدنا الله ينصرو، هذا السيد راه ما عاد حاسب راسه هو فوق القانون، وبنريبوا لي وهدموا لي محالي وعدي التراخيص ديالي اللي هي تسيج ديال 60 سنتيم، ها تراخيص ها هما الرخصة الأولى. دليت لهم بالتراخيص، قالوا لي جيب لينا التراخيص ديالك، جبتهم لهم ديتهم، قال لك صاحبي ماشي مشكل، ديتهم هاد الرخصة الأولى. والناس في المناطق هنا المجاورة جايين من الدار البيضاء شاري له هكتارات وكيبنيو كيشيدوا في مستودعات ومصانيع بدون سند قانوني، وما لحقش ليهم هذا السيد، ما فهمت والو. وانا نعطيكم دابا الادله ونوريكم مناطق بلاصه بلاصه، وما فهمتش انا مقصود بالذات، ما فهمتش انا هاد التراخيص ديولي. وهذا السيد راه عاش سيدنا والله ينصر سيدنا، راه سيدنا ما يبغيش الظلم وما يبغيش الحقره، وهذا السيد راه تعدى عليا، الا عطى الله جاه والحكم والسلطه باش يتعدى بها راه حشومه، دعيت الله ياخذ فيه الحق، وانا ما غنسمحش في حقي لو اخر المطاف اخر عرق في عمري، ما غاديش نسمح في حقي الا هو تغى وعينوا سيدنا ممثل صاحب الجلاله باش يتعسف بدون قرار ولا بدون شي حاجه، يبدا يريب العباد الله ويجيوني 20 جوج صافيطات ديال الدرك الملكي وجوج صافيطات ديال القوات المساعده والقوات والوقايه المدنيه. يعني انا وليت متعرض بزاف الضغط من طرف هذا السيد والله ينصر سيدنا، وانا كنطلب ما فهمتش انا لدابا حاليا ما فهمتش الرخصه الاولى. شنو داروا لك دابا في الجو؟ جاو هدموا لي ديك 60 سنتيم اللي كنت مشيد بالبيبينير من بيت. انا اللي معاق، اول حاجه معاق، خدامه معايا 20 واحد كلها وخدام بعرق كتافي، ما كان ماطي يدي لحد، ما كان خون، ما نشفر ما والو، يمشي يحارب الشفاره ويحارب الناس اللي كيسرقوا والناس اللي بانين مستودعات وبانين هونغارات ما كيتبناو لدابا حاليا حشومه. وهاد السيد كيدعي بالشفافيه والديمقراطيه، والشفافيه والديمقراطيه تجي تهدم لي بدون قرار، شفافية الديمقراطية يجيو تهجموا عليا الاعوان، شفافية الديمقراطية جات عندي القايد هذيك السيمانة، قبل من هاد السيمانة جاو عندي وداو من عندي الاغراس 30000 درهم ديال الغرس، صوبوا بها السبيطار ديال الحمد، صوبوا ديك الضيعة النموذجية، كيقول لك سيد العام باغي يجي يتشنى وكيديروا لي في رزقي، ومشيت صيفط الالات باش صوبت لهم داك الشيء، وعلى الاخر كنتفاجئ جات هي حيدت لي البيكيات ملي جيت دويت معاك، قلت لها حشومه عيب ملي كنتي تعيطي لي باغي الغرس خديتيه، وملي جيتي بغيت جيتي عندي تهجمتي عليا كاع ما تعيطي لي حشومه. وهاد الناس هادو انا دابا ملي هو هاد السيد كيدعم الشفافيه والديمقراطيه، خلصوا لي الاغراس ديالي للدوليه، راه هما انا تجي لجنه وتشوف هاد الشيء اللي كاين راه في الحمد وفي الضيعه النموذجيه، وتجي لجنه ديال تقصي الحقائق وتشوف هذا الشيء، وتجي لجنه من الداخليه باش تشوف هذا البناء اللي كاين هنايا في المناطق المجاوره، ونوريهم كاع المستودعات. خنون احمد النائب الاول رئيس مجلس اقليمي، انا كنتحمل مسؤوليتي، ويجي ونوريهم مستودع بمستودع، المئات ديال المستودعات، الناس ما عرفتش كيديروا،
جايين من 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 من, من الجانب ماشي تمن ولاد البلاد وكي وهنايا قراب هنا هنا دايرين مستودعات هما في الطريق. انا نوريهم لك دابا راح شو ماشي. انا كناشد سيدنا الله ينصرو، انا كناشد سيدنا الله ينصرك اجلاله الملك، راه ما ترضاش بالظلم. هاد السيد راه ما كيستقبل لا منتخبين لا جمعيات لا مجتمع المدني لا والو. سيدنا الله ينصرو كيستقبل كل شيء. اللي جعدو تلقى ليه عنقو، وهذا اللي كيمثل سيدنا ساد عليه الباب. وحل بابك وحل بابك، ما تجيش باش تعسف علينا. الى عطاك الله القوه ما تحكمش بها درك، راه دعم من الله غنتحاسبوا ونتحاسبوا هنا. راه كاين الحق وكاين القانون، دوله الحق والقانون. ولكن هنا دابا كيبان لي لا حق لا قانون في البلاد. وانا كنادي سيدنا الله ينصرو، وراه ما غنسكتش على حقي، ورانا تكرفس بزاف وكنطلب من هاد الناس. اونديكابي عندي رجل وحده، وهاد السيد تعدى عليا ها انتوما كيتكرفس عليا، ما جاب لي لا كيصيفط العواني تكرفسوا عليا. واش انا حيت كندير السياسه؟ واش انا حيت مرشح هاد الناس صوتوا عليا ولا ما فهمتش؟ هاد السيد اللي كان باغينا ننتميو لشي حزب اخر يقولها لينا، الا كان مسيطر شي جهه معينه هو يقولها لينا، راه حشومه عليه باش يظلم. انا كنصاحبو راجل متدين ومعقول. سعاد سيد الله العظيم الى ظالم، اقسم لك بالله الى ظالم، حق لا اله الا الله الى ظالم، وكيظلم الناس وما كينصفش للانسان. جيت عندك باش تستقبلني باش نحكي لك، الا كانت التقارير مغلوطه مواصله لك بغيت نعاودها لك ما استقبلتينيش. هذا هو الدليل على الظلم، هذا هو الدليل على الظلم والحقره. راك الناس سيدنا الله ينصرو، وانا راه ما غنسمحش في حقي وغنمشي لاعلى واخر مطاف. راه ديك الساعه نخوي البلاد ولا ندير شي حاجه في راسي. راه كون ما خفت من الله، راه هاد السيد راه تعدى عليا وحرام عليه. راه عيت هاد السيد من رمضان كنقول انا ما ربنا يتاقلم مع ما يعرف يفهم الحقيقه. ولكن هاد السيد كيبان لي هو اللي معدي عليا. والبارح كيهدموا لي بدون سند قانوني، ما كاين لا تقرير لا امر ديال الهدم لا حتى حاجه، ولا بالتراخيص ديالي. عيب عليا انا درت شي حاجه؟ ها انتم ها التراخيص، ها التراخيص، جيو نعطيكم ورقه بورقه. كل عندي الرخصه ديال 60 سنتيم، عندي الرخصه ديال الشاطو وديال بيت المحرك، عندي الرخصه ديال التسيج. هاد السيد اش بغى عندي؟ حيت انا عندي التراخيص ديالي. انا ما فهمتش. اللهم ان هذا اللهم ان قد اني بلغت، وانا كنطلب من سيدنا الله ينصرو ياخذ لي حقي، وكنطلب من الشعب المغربي يساندني. راه تعرضت لشي ظلم، راه حرام هادشي اللي كنتعرض ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.